يقول في الحديث السادس في الأربعين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب فيما يعرف بزراعة القلب حديثا هل لو نقل قلب كافر إلى صدر مؤمن يكون كافرا هي مسألة أشكلت علي وعلى كثير والجواب أن القلب له معنيان أحدهما قلب جسماني وهو الذي نراه والآخر قلب روحاني وهو المعاني والحقائق التي تكون في القلب مما لا نراه فهذا الذي نراه هو الذي تتعلق به الأمراض الظاهرة وذاك الذي لا نراه هو الذي تتعلق به الحقائق الباطنة فأنتم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء وهذه النكت لو كشفت قبر قلب كافر لم تجده أسودا ولكن المراد به القلب الباطن الذي يحمل المعاني والحقائق وهو خاف عنا وقد أخبرني أحد الجراحين أنه يفعل هذا من نقل قلب كافر إلى قلب مسلم فإذا إلى صدر مسلم فإذا أفاق من العملية كان أول ما يقول هذا المسلم لا إله إلا الله فهذا يدل على التفريق بينهما.